السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي وأوليائهم في الدرس الجديد لنحو تمرينات كايد أكتيفيتي. ما تبقى لنا من لا سيكونس دو من البروجي ان، بيان سور حنكملو هذه الصفحة تاع البروجي ان، من باج 30 و باج 31. نكملوا مع بعضنا إن شاء الله. دونك واش كاين في لاباج 30؟ ليكزارسيس هنا جيكري، يعني اكتب. إذن ماذا نكتب؟ كاين هنا بيتي باراغراف. Donc, premièrement, ma ou bien mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. Donc, ça dit que ça dit que tu as le kalima al-munasiba al-sura ou un an ou kmi al-nas. D'accord? Donc, on a un nas sans nous faire arrêter ou un sura. هذه تبين هذه الفراغات. إذا نلاحظ هنا أن هناك أذنين، نلاحظ هنا ديل، هنا بطن الحيوان، هنا أرجل الحيوان، هذا جلد الحيوان، هنا رأس الحيوان، وهنا أنفه أو شواربه. إذا نكمل الفراغات بالكلمة المناسبة. إذا عندنا هنا لو غنار، الحيوان هو لو غنار. لو غنار a de petites oreilles et une longue queue. Le هنا سي لو فونتر، دونك لو فونتر اي بلون، إذا هو أبيض، بطنه أبيض. لو بوال اي رو، إذا هنا لا كولور تاع لو بوال، لا كولور تاع الجلد. إذا كتبت لكم رو أو بيان مارون. يعني نفس النتيجة، نكتبو غو أو بيان مارون كيف كيف. هنا عندنا الأرجل، إذن هي لي بات تاع الحيوانات، نقولو لي بات. لي بات سون بوتيت. هنا لا بوتيت تيت، إذن هنا الرأس، بورت دي موستاش فين، إذن شوارب رقيقة. وعيد قراءة النص. Le renard a de petites oreilles et une longue queue. Le ventre est blanc, le poil est roux. Les pattes sont petites. La petite tête porte des moustaches fines. Je colorie la description correspondant à l'image. إذن هنا عطاونا صورة لو غنار، إذن عطاونا صورة الثعلب وعطاونا تخوا ديسكريبسيون. نروحو نقراو لي ديسكريبسيون على من تنطبق، هل هي أ أم بي أم سي. إذن الأ يقولك سي تان شا، إذن هو قط. إل أ أون جولي موستاش، عندو شوارب جميلة. سي بات سون سي بات أون دي غريف، يعني أرجلي هو عندو دي غريف. يعني أظافر حادة. il peut marcher sans faire de bruit. إذن يمشي بدون أن يقوم بصوت. هل هو قط؟ إذن ليس بقط. نحن نقرأ la description أو الوصف الثاني. c'est un renard. إذن هنا هو صحيح ثعلب. il a deux petites oreilles. إذن لديه أذنان صغيرتان. il a un long museau. إذن عنده فم طويل. et une queue توفي، يعني لا كوتيو كثيفة الشعر، يعني توفي سيتادير كثيفة الشعر. لا تخوازيم ديسكريبسيون، يعني الوصف الثالث، سي تان فنك. الفنك نعرفو هو يعيش في الصحراء. دونك إل أ أن بوتي إل إي أن بوتي أنيمال، سيتادير هو حيوان صغير دو ديزير، يعني تاع الصحراء، حيوان صغير صحراوي. Il a de grandes oreilles, et d'un homme a de grandes oreilles, et une longue queue.
وعنده ذيل طويل. إذن عندنا A أو B أو C، نختار إذن البي ونلون بي. إذن نقول أن بي هي التي تنطبق على الصورة ونلونها بأي لون. إذن نلون بي لنبين أنها هي هذا هو الوصف الذي ينطبق على الثعلب. أوكي، نروح الآن لباج 31. Troisièmement, maintenant je colorie l'animal puis je décris. إذن الآن ألون الحيوان ثم أصفه. إذن هذا هو الحيوان، هو قط صحراوي. قط صحراوي وهو قط متوحش وليس أليف. إذن نلونه باللون الأصفر لأن لونه يشبه لون الرمال، أنه يعيش في الصحراء. إذن الديسكريبسيون اللي درتها لكم هي كالآتي. عندنا لو شا دو ديزير و لو شا دو سابل، إذن أنيمال سوفاج. إذن القط الصحراوي أو القط الرملي هو حيوان متوحش. Il vit dans le désert. Il vit dans le Sahara. Il se nourrit de rongeurs, de lézards, de serpents. C'est un carnivore. Il est un carnivore. Il est un carnivore. Il est un carnivore. Il est un carnivore. Le lézard, le serpent, un cerbère. Il est un carnivore. Il est un Son pelage, يعني لون الجلد. Son pelage est couleur sable. إذن قلنا لونه يشبه لون الرمل يعني أصفر. Il a une tête large. Il a une tête large et plate. Il possède des touffes de poils sur les pattes pour le protéger de la chaleur. إذن عنده وجهه عريض ومسطح. وكذلك له خصالات من الشعر تحت الأطراف يعني تحت أرجله لتحميه من أشعة الشمس في الصحراء طبعا. Donc c'est une bête nocturne، يعني هو حيوان ليلي. لماذا؟ سنشرح في الجملة التالية، وهي car il se repose dans la journée dans un terrier et il sort que la nuit pour chasser. إذن لماذا هو حيوان ليلي يخرج فقط في الليل؟ لأنه في النهار يختبئ ويستريح في حجره في الحجر، ويخرج ولا يخرج إلا في الليل ليصطاد، يصطاد ليتغدى. إذن هكذا نكون قد أنهينا لاباج 31 مع لاباج 30 من لك كاي داكتيفيتي فرونسي. إن شاء الله في الحصة القادمة سندخل في البروجي 2. نبدأ la leçon في البروجي 2 تاع سيكونس 1 إن شاء الله مع التمارينات. كونوا في الموعد وإلى الملتقى. أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.